هذه الدرجة أظهرت هذه الضربة وهذا الرد الإيراني التحالف العميق بين بعض الدول وإسرائيل ولهفتهم ولهاسهم لحماية إسرائيل. أنا بفهم أمريكا كيف فتحت كل القواعد العسكرية من أجل استخدام نظام الرادارات التشويش، التكنولوجيا لإيقاف الجي بي اس، استخدمت كل ما تستطيع من تكنولوجيا لإيقاف هذه المسيرات، كذلك فعلت فرنسا، كذلك فعلت بريطانيا عندما انطلقت من قواعد قبرصية، كذلك فعلت فرنسا وألمانيا وبريطانيا. إذن كل هذا مفهوم، ولكن الكيان الإسرائيلي اعتمد مبدأ وهو الإيحاء. هلا في شيء إيحاء، في شيء لا مش إيحاء. يعني عندما نتحدث مثلا عن نظام الجوي، الدفاع الجوي ثاد 3، وهذا واحد أطلق من منشأة أمريكية قرب خليج العقبة، والثاني أطلق من قاعدة الظفرة الجوية في الإمارات. طب هودي صواريخ أطلقوا من هذه القواعد. هلا هون الإشكالية، هل السعودية شاركت بشكل مباشر في إسقاط الصواريخ أو المسيرات الإيرانية؟ أولا لم تمر المسيرات والصواريخ فوق الأجواء السعودية. ثانيا إذا كانت السعودية قد شاركت بشكل غير مباشر، فهذا يعني أنها سمحت للقواعد العسكرية الأمريكية واللي هي تعتبر أرض أمريكية أن تستخدم هذه القواعد من أجل اعتراض الصواريخ والمسيرات الإيرانية. ولكن لا أعتقد أن السعودية قد شاركت بشكل مباشر، يعني أنها هي استخدمت طائرات للاعتراض، ولكن حجم مساهمتها يمكن كان في إطار أنها سمحت للقاعدة الأمريكية في عملية إطلاق هذه الطائرات. يعني هيدي بركة الاتفاق السعودي الإيراني، مش قصة بركة الاتفاق. أعتقد أن السعودية باتت تفكر بطريقة مختلفة، تعلمت درس كبير من اليمن، وتعلمت درس كبير أن التحالف مع أمريكا بالمطلق لا يمكن أن يوصل إلى نتيجة. يبدو أنه عم تلعب لعبة التوازن بشكل كبير، عم بتحافظ على أمن القومي ولكن كدولة. لا، ولكن لما بيكون الموضوع له علاقة، أنا عم بحكي بالرد الإيراني، ولكن إذا سألتيني عن موضوع غزة وفلسطين حكي بيصير مختلف. أنا عم بحكي عن هذا الرد، هل السعودية شاركت بشكل واضح وبشكل مباشر عن بخلال إطلاق طائراتها أو كذا؟ حتى الآن لا يوجد معلومات. ما صرحت به إسرائيل ربما هو جر رجل السعودية على هذه المشكلة، ولكن يجب أن يصدر توضيح رسمي من المملكة العربية السعودية فيما إذا كانت قد ساهمت أو شاركت في هذه العملية. حتى الآن أعتقد أجواء التقارب الإيراني السعودي لا زال يتم الحفاظ عليه بشكل كامل. في تواصل سعودي، بس ما تشيلي هم، يعني إذا السعودية ما شاركت الأردن والإمارات وغيرهم كافيين. في تواصل سعودي مع حزب الله؟ حتى الآن لا يوجد أي تواصل مباشر. يعني ربما السعودية تنقل عن طريق السفارة الإيرانية أو عن طريق الإيرانيين، ربما يعني هذا طبيعي ومنطقي. ولكن تواصل مباشر ما في عندي علم. حكينا عن مشاركة بعض الدول بالدفاع عن إسرائيل، ولكن الشيء الأساسي اللي كمان أخذ كتير من الأخذ والرد بهالكم يوم، هل شاركت جبهة لبنان واليمن وسوريا والعراق بهذه الضربة مع إيران؟ هل ساندت إيران بهذه الضربة؟ أولا أنا أؤكد لك أن إيران ليست في وارد أن تشرك حلفائها وشركائها، وليس أدواتها ولا ميليشياتها، حلفائها وشركائها وأصدقائها في هذه العملية نظرا لحساسيتها ولمحدوديتها. يعني إيران لا تريد أن يكون هناك حرب شاملة ولا تريد التصعيد. ثم أن إيران أرادت أن ترسل رسالة أنها جاهزة ولديها القدرة العسكرية ولديها القدرة التكنولوجية ولديها القدرة على إيصال هذه الصواريخ إلى داخل الكيان الإسرائيلي عندما يتطلب الأمر هيبة إيران والاعتداء على أرض إيرانية كما حصل في القنصلية. لذلك حزب الله لم يتدخل بطلقة كلاشينكوف، الحشد الشعبي لم يتدخل في كل هذه العملية، وأنصار الله الحوثيين لم يتدخلوا في هذه العملية مطلقا. وبالتالي كل ما حصل كان هناك عملية إيرانية منفردة. نعم كان حزب الله وقوى المقاومة مستعدين وعلى استنفار كامل في حال حصل أي تطور أو تصعيد، هذا بحث آخر. ولكن على مستوى الرد كان حزب الله
لا يتدخل مطلقا